الله يرحمه ويوسع عليه. الراجل الطيب زين، الله يرحمه ويوسع عليه. راجعون بالدموع، اولئك عليهم صلوات من وشعر الشعر. بكاني فحل لي بالحاير مسكين، لا من شاف الحالته كيما راها جمل الجحفه والمحافل راها. ودعت الإدريسية ابنها الفنان أحمد بن بوزيد الملقب الشيخ عطلة إلى مثواه الأخير، جنازة حضرها الآلاف من المشيعين الذين صدموا من هول الفاجعة. الإنسان كان مضوق علينا، مضوق على الجميع، طلبوا الرحمة، طلبوا الرحمة. هذا حبيب، طلبوا الله يرحمه، الله يرحمه. الصغير والكبير، نساء ورجال، بكوا بحرقة عن فراق الحبيب والصديق والحنون عطلة الذي لطالما زرع البسمة والفرجة طيلة السنوات، ليزرع اليوم الدموع في كل بيت جلفاوي. إن شاء الله يوسع عليه وليه برحمة ربي إن شاء الله، والله يصبر أهله والله يصبر أحبابه. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئات. الصدمة كانت كبيرة، نعم كبيرة، ومن شدة الصدمة الناس يهرولون بعد انتشار الخبر بسرعة إلى منزل الفقيد، وكلهم حزن. يا رب ويوسع عليه الراجل البطل، يا رب العالمين، الله واجه انت وعظمه في الجنة يا رب. الله يرحمه ويوسع عليه يا رب العالمين. الشيخ عطلة عاش شبابه شيخا، وترك مرحلة الشباب ليفرح الجزائريين، واستطاع الدخول إلى قلوبهم ويقلب الدمع إلى بسمة، بسمة مرسومة على وجهه حتى وإن كان في قلبه ألف سهم. فمن يضحكنا بعدك يا شيخ؟ الوداع، الوداع.